نتحدث أكثر عن هذا الموضوع من الشارقة. تنضم إلينا دكتورة لطيفة محمد حسن، أخصائية التغذية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة لطيفة. التوقعات الأولية بعد هذه المبادرة من قبل الإمارات فيما يتعلق ب يعني الهدف لإيجاد مجتمع صحي، بدءا بالمشروبات الغازية، حتى لو تطرقنا أيضا نعلم عن التدخين وما إلى ذلك. مساء الخير، أحب أرحب فيكم وفي المشاهدين. أهلا وسهلا. بداية أهلا فيك. بداية حبيت أقول لك أن مشكلة السمنة مشكلة متفشية، وأن الأويرنس أو التوعية النصائح والتوعية لأفراد المجتمع يعني باتت بقطعة شوط كبير، ولكن لغاية الحين ما ابتدينا نقضي على مشكلة السمنة أو النزل. فلا بد من التدخلات السياسية والاستراتيجية من خلال فرض القوانين، فمنها من بعض هذه القوانين اللي هي فرض الضرائب على المشروبات المحلاة، اللي هي تعتبر أحد أسباب اللي تسبب السمنة وبالتالي الأمراض المزمنة، ولكن وهذا يؤدي إلى قلة استهلاك كمية المشروبات الغازية أو المشروبات الغنية بالكافيين والسكر مثل مشروبات الطاقة. هي أحدى الوسائل، وإحنا بس ما نبي نتوقف على هذه المرحلة، نبي أيضا المصانع المصنعة لهذه المشروبات يكون تدخل ثاني من خلال حسب توصيات منظمة الصحة العالمية تخفيض مستوى محتوى السكر لهذه المشروبات إلى 5%. طيب دكتورة لطيفة، على أي درجة موضوع يعني حكي بداية عن المشروبات الطاقة، المشروبات الغازية كافة، إلى أي درجة كان يستهان بها وبكم السكر الموجود فيها وبالتالي بضررها؟ ومن هنا نتحدث عن أهمية هذه المبادرة وكيفية تأثيرها الإيجابي سيكون كما ذكرت دكتورة لطيفة. كان يستهان بها بطريقة بسيطة جدا أوضح لك، كانت هي بديلا عن الماء. فمثلا في الفترة السابقة قبل الضرائب المشروب الغازي كان سعره أقل من مشروب مياه معدنية، فبالتالي كان هو بديل المشروب البديل عن الشرب الماء، وبالتالي لما يكون هو بديل عن الماء والماء معروف لا يحتوي على أي سعرات حرارية أو السكر، يزيد المأخوذ من الطاقة وبالتالي يزيد الوزن، وكما هو معروف للجميع خصوصا السكر الوزن الزائد في مرحلة الطفولة اللي هي تعتبر أخطر مرحلة، فلما يكون هناك ضرائب بالتالي يخفف استهلاك هذه صحيح. المشروبات. وحتى التخفيف من الناحية يعني الصحية أثرها على الجسم دكتورة لطيفة، حتى تخفيف هذه المشروبات إلى أي درجة هو مهم بحد ذاته، لأنه هو السكر في النهاية إدمان مثل التدخين وما إلى ذلك، وأخطر حتى يقال بالعديد من الدراسات، فبتخفيفه بطبيعة الحال تخف القابلية والشراهة لهذه المشروبات يوميا كما معتاد. تفضلي. نعم، هو ليس فقط السكر، لا ما ننسى أن الضريبة ما كانت فقط على المشروبات الغازية، أيضا كانت على المشروبات الطاقة. المشروبات صحيح. الطاقة دائما الخوف منها ليس فقط من السكر وزيادة الوزن، ولكن هناك اعتبارات أخرى مثل ارتفاع محتواها من الكافيين، فهي تكون كمية الكافيين لها مثلا الأطفال يجب أن لا يكون مأخوذ لهم في اليوم أكثر من 100 ميلي جرام في اليوم، وحتى نفس الكافيين يكون فيه معاه عناصر أخرى مثل بعض أنواع من الأحماض الأمينية التورين اللي هي لو تفاعلت مع بعض تسبب امراض، تؤثر على امراض الكبد او الوظائف القلب، وتؤدي الى ارتفاع الضغط مثلا لو صحيح. وهي لما طلع الضريبه كانت مضاعفه عن الضريبه صحيح. انتهى وقتنا، شكرا لك من الشارقه دكتوره لطيفه محمد حسن اخصائيه التغذيه.